السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم وأعادكم على مثله وأمثاله في أحسن حال. يا جماعة الملة ما يعطونا كرسي مريح، قال يطول. الأخوة طلبوا مني أتكلم من 20 إلى 30 دقيقة، فبرد أمتي بالخصوص شيخنا أبو جعفر إذا أخذت من وقته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. حدث الغدير حمل إلى المسلمين نصا صريحا واضحا في تنصيب أمير المؤمنين عليه السلام. كان من حيث العدد في حضور المسلمين يرقى إلى أن لا يمكن إسقاط سنده، صار الخبر متواترا. إذا كان الخبر متواترا والنص صريحا، ما عذر من رفض النص في دلالته؟ الحقيقة إن الغدير ليس هو النص الوحيد. نحن المسلمون انقسمنا إلى قسمين: قسم تعامل مع النصوص على ما قصد منها وعلى ما يفهمها كل عربي منصف، وقسم آخر صرف النصوص الصادرة من رسول الله ليحملها على معنى غير مقبول. الآن هل يقبل مسلم أن يكون النبي صلى الله عليه وآله يجمع 120,000 مسلم من تقدم يرجعه ويوقفهم في الهجير في حرارة الشمس ليقول معنى: اللي يحبني يحب علي بن أبي طالب؟ هذا المعنى يستلزم هذا الحدث كله؟ لكن مع ذلك أكثر المسلمين اليوم وقبل اليوم يتعاملون مع نص الغدير على هذا المعنى، وهو ليس نص واحد في تنصيب أمير المؤمنين. النبي الكريم صلى الله عليه وآله من أول البعثة إلى آخر حياته يعين عليا وآل علي، من أول يوم لما أمر أن يندر عشيرة الأقربين حضر بني هاشم. هذه رواية مو يرويها الكليني، مو يرويها الصدوق، يرويها أحمد. هذه عبارة النبي صلى الله عليه وآله: فأيكم يؤازرني. يؤازرني وش تفهم معناها؟ يعني يقف يعينني على ما أنا عليه، صح لو لا؟ وهذا هارون أشركه في أمري، وعلي هارون النبي صلى الله عليه وآله. عندنا مشكلة، طبعا قبل أيام نقلوا مقطع لفلان الفلاني من السلفية اللي حامل البيرق لتوهين كل من قبل أهل البيت، فجاء وقال: الخليفة الأول أفضل من علي. تقول لي إنزين المجريات التاريخية أدوار علي بن أبي طالب أكثر، كيف صار هذا أفضل من هذا؟ هذا هو الآن يجيب. ماذا قال؟ قال إيه، هو يعترف بس ربع ما يعترفون. الآن وش قال برر؟ هذا ابن الخميس تعرفونه كويتي. قال: الخليفة الأول أول من أسلم من الرجال، وعلى يده أسلم طلحة وأسلم فلان، عدد مجموعة ممن قيل أنهم أسلموا. علي ما حد أسلم على أيده، فأيهما أفضل؟
أسلموا في مكة، مكة عصيبة على النبي، فأبو بكر أفضل من علي. هذا كلامه. بينما احنا نشوف النص ايكم يؤازرني على هذا الامر، يعني انا ابلغ ويساعدني في التبليغ، انا اكافح ويكافح معي، على ان يكون انا الان اللي يؤازرني لمنصب، ما هو المنصب من يؤازرك؟ على ان يكون اخي ووصيي وخليفتي. هذا قايلها احمد ابن حنبل يرويها، وخليفتي فيكم. الرواية تقول فأحجم القوم إلا عليا. هاي قضية أحجم القوم إلا عليا مو بس في هالمكان. تتذكرون غزوة الأحزاب لما جاء عمرو بن ود أيضا قال أنتون اللي يموت غير يروح الجنة، من اللي مستعجل يريد الجنة حياه. أحد قام وكرر، والنبي إمام علي أراد أن يكون هو الذي يبارز، أنا له يا رسول الله. النبي يقول عط فرصة، عط فرصة، اجلس يا علي، يعني خلي الجماعة نعطيهم فرصة. تالي يقولون هذا علي ما يترك لنا مجال، مين يصير شد قدم. أعطوهم فرصة، فرص. فأحجم القوم، حتى في هناك لما أنذر عشيرته أحجم القوم إلا عليا وهو أصغر القوم يومئذ، حيث قام وقال أنا يا رسول الله، أنا اللي بآزرك، أنا اللي بيعينك على هالأمر. وإيش قال النبي؟ قال أنت، خلاص أنت صرت أخي وأنت وصيي وأنت خليفتي. هذا نص واضح، نص واضح. طبعا الإمام علي هذا عثمان الخميس يغمز حقه، وإلا وين؟ منو اللي نام على فراش النبي؟ وباه الله به ملائكة أبو بكر أم علي؟ واضح أن مواقف علي في مكة عظيمة، لكن التاريخ دائما يبخس عليا. فإذا علي من أول يوم عين خليفة، قبل النبي يدعو المسلمين، بعدي عشيرته، فيما بين ذلك، يعني ما بين أول يوم بعث وآخر حياته، كان أيضا يذكر أهل البيت كثيرا وعليا بالخصوص. وفي رواية يرويها المسلمون، هذه الرواية يقول لكل نبي وصي ووارث، وأن عليا وصي ووارثي. طبعا إخواننا يقولون علي وصي النبي، لكن وصي وإيش؟ يقضي دينه. يعني الآن لكل نبي وصي، يعني الأنبياء كلهم عليهم ديون ويخلون واحد يقضي ديونهم، عليهم صلاة قضاء ويخلي له وصي يقضي عنه الصلاة. نبي هذا أساس، تعرف شلون؟ ثم يقول ووارثي. علي مو ولد النبي حتى يرثه، لو كان الأرث أرث مالي. بس أريد أقول هذه النصوص الواضحة مع ذلك، مع ذلك حرفت عن معانيها. الليلة أنا أريد أطرح شيئا غير الطريقة المألوفة. الطريقة المألوفة لمعالجة النصوص نقول هذه المعنى، إذا نسأل العرب يستعملونها في هذا المعنى، إذا النبي يقصد المعنى. ما نريد نتكلم لغة عربية الليلة، نريد نروح إلى بحث ذكره أحد العلماء رحمه الله، يقول نستدل على معنى النصوص بالبعد الاجتماعي التاريخي، وهذا شوية يحتاج شوية نلطف الفكرة ونفهمها جيدا. وش القضية؟ ليش احنا نقول النبي عين عليا؟ وش الضرورة؟ ليش ما خلى الناس تختار؟ خلينا نشوف الإسلام ما هو. الإسلام عبارة عن إماتة وإحياء. الإسلام إماتة وإحياء. ما الذي أماته الإسلام وما الذي أحياه الإسلام؟ الإسلام أمات قيم الجاهلية إن كانت قيما، وأحيا قيم الفطرة والهداية والحياة الحقيقية. وخلينا نعيش شوية، نرجع إلى الجاهلية شوية ثم نشوف الإسلام إيش سوى، وإيش ملامح المجتمع الجاهلي. المجتمع الجاهلي أول أمر فيه، أول أمر نجي إلى ثقافتهم. وإيش كان ثقافة الجاهلية العرب؟
التاريخ يقول كان العرب في الجاهلية بلا ثقافة. كل عجيب، هؤلاء أدباء شعراء، قال عندهم قدرة على البيان، على الخطاب، على الشعر، على النثر، لكن ما عندهم ثقافة ترتقي بحضارة. كانت في حضارة فرس وحضارة روم، العرب كان شعر قوي، لكن فتش فيه، يتكلم عن الخمرة، يتكلم عن معشوقته، يتكلم عن غزا أخاه قبيلة ود عمه وخد غنائم. هذه هي ثقافة العرب. فإذا كان من حيث الثقافة لا يمكن أن يخلق حضارة، هذا واحد، هذا على مستوى الثقافة. على مستوى البعد الاجتماعي، قبيلة، أفق الإنسان قبيلته، على خطأ على صح ما يهم، ما وراء القبيلة ما يهم. أولاد عمك أنتون أوس، هاي خزرج، لا هم أعداء. الفرس عندهم حضارة كبيرة مو قبيلة، والروم عندهم حضارة، والعرب أنا قبيلة فلان، يتقوقع في إطارها. سرقوا سرقنا معهم، اعتدوا اعتدينا معهم، تقوقع في إطار القبيلة. بعد على مستوى الجانب الأسري، الرجل إنسان والمرأة عار. المرأة عار، يعني شنو عار؟ يعني يراها أن هذه قد تعرض سمعته إلى الحضيض، ولهذا طور بعض العرب ووأد البنات وهن أطفال. طبعا من كبار الصحابة بعضهم وأد بنات له، وأد بناته. هذا على مستوى الأسرة. على مستوى القضاء، على مستوى القضاء شوي بعطي روحي فرصة. على مستوى القضاء احنا اليوم صرنا جاهليين في بعضنا. شلون؟ اضرب مثال، يجينا قضايا واجد، يقول يا شيخ تعال بيك مشكلة بيني وبين اخوي وزوجته، اجل هذا مؤمن؟ يقول له وش عندك يا اهلك؟ قال ما شفت الا اخوي وزوجته يتهمانني بانني عملت سحرا لهما. انت مسوي اليوم سحر؟ انت مؤمن؟ قالها وش انا في هالوادي يا شيخي. اجي تكلم الرجل تقول له انت ليش اتهمت اخوك بانه مسوي سحر؟ وتقول له زوجته ليش اتهمتونه؟ قال احنا رحنا لواحد عنده يكشف وكشف وقال هذا اخوكم هو اللي مسوي العمل. هذه تصيدنا واجد. هذا في الاسلام اللي يمشي لواحد يخبر هالاخبارات كانما كفر بما انزل على رسول الله صلى الله عليه واله، هذا مرفوض. احنا عندنا الجان يمكن استعين بهم، لكن يعطوني معلومات على قسمين، صدق وكذب. مثلا يقول لي اللي سوى لكم السحر واحد بيتهم مقابل الجنوب وتحت بيتكم ويلبس هاللباس، واول ما ادش بيتهم في مغسلة على الباب، الجن داش بيتهم ويعرف بيتهم على الجنوب وشايف هذا. هذا مو، انا اقول سبحان الله، بس ما في لوح اللي قاله بالضبط هذا اللي بسوي لكم عمل. انا بعمان اشك، انا مره رحت لواحد تاهم اخاه والزوجه نفس الشيء، ظليت انقل لهم روايه اهل البيت في انه يجب تكذيب هؤلاء، مده عجزتهم باقنع ما قدرت. قلت له بالحلال الامام الصادق يقول ما يجوز، جبت لها روايات، قالت لا هو اللي سوى سحر. زين وبعدين؟ بعدين قلت لهم انتم ما بتطاوعوني، يلا مع السلامه. ركضت وراي المره للباب قالت لي شيخ اعطيك 40 دينار وتكشف لي من هو اللي سوى لنا سحر. قلت لها انا حن ساعه اقول لكم ما يجوز تصديقهم، وحن بتشغليني بعد، اخر شيء انا بشتغل هالشغله؟ هذه عندنا مشكله موجوده في الجاهليه. لهذا بعض المؤرخين يقول كانوا في الجاهلية من ضمن القضاء، القضاء يقضون بين الناس، الاستناد إلى إخبار الكهنة. إذا قال رياض الشيخ واللي باقك خلاص، برز البوقة جيب فلوسي، أنت مو أنت مو شغلي. فهذه مشكلة، هذا العرب الجاهلية. بعد على مستوى الجانب الاجتماعي، يعني يقدم لمجتمع؟ لا، همي نفسي. الآن لو جيني أخوي من أمي وأبي ينبي قرض،
أقول له تدفع نعطيك تدفع أزيد ربا ربا. الجاهلية كان سوق الربا عامرة. فالفردية طافحة، مو ما في إيثار، ما في تعاون، في أقدر أخذ منك أخذ. طبعا احنا اليوم جايين نتجه الى الجاهليه، بس انا اتكلم ما قبل الاسلام. جاء الاسلام قال هذه الامور كلها لازم نميتها ونحيي امرا اخر. القران في الايه ماذا يقول لفظا او معنى؟ يا ايها الناس استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. ترى انتم موتى، ما تعيشون انسانيه. فجاء اولا مثلا إلى القبيلة، قال ما عندنا شي اسمه قبيلة، بتحب قومك حبهم لكن في إطار أن ما تظلم آخرين، ولازم همك مو هم قبيلة. من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. همك المسلم لو في أقصى الأرض، هذا الإسلام. بعد إجا إلى البعد الاجتماعي وحول الإنسان المسلم إلى مؤثر. تخيل نموذجنا علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب ويطعمون الطعام على حبه، حب مش منه، وش يقولون يا أهل واديان؟ على حبه، ها حب وش الطعام، ها مو حب الله له، وش هذا علي حب الطعام لو حب الله، ها اسمحوا لي بقوم على الدخول. السيد الطباطبا يقول على حب الطعام صايمين، صايم يشتاق نفسه إلى الطعام. عجل تقول أمير المؤمنين ليش ما تقول على حب الله؟ قال الآية الثانية تبين أنه قدمه لوجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله. هذيك صرحت، هذه لحاجتهم للطعام. فالإسلام لما جاء مو يقول آخذ ربا، يقول إذا أقرط واحد 1000 دينار إذا برجع قل له إحنا نقبل منك 980، مو 1000 نقص واستحب. فالإسلام حول الأنانية الإثرة إلى إيثار إلى تقديم الغير. هذا على مستوى البعد الاجتماعي. على مستوى الاقتصاد، بدل ما أفكر أخذ فلوسك، صار الإسلام يقول لك نمي اقتصاد المسلمين. وصار القرآن يوبخ الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، تعال حرك السوق طلع أموالك وشغلها. هذا الإسلام. على مستوى الأسرة، كانت المرأة عورة وعار، جاء الإسلام وقال لا، المرأة إنسان، هي أمك، الجنة تحت أقدامها، هي إنسان كما أنت إنسان. طبعا واحد يقول أنا سمعت بعض الشيوخ إذا يتكلم عن المرأة صراحة ما يظلمها. لازم ناخذ رسمة الإسلام عن المرأة من واحد يعرف الإسلام. أضرب مثال، شيخ الأزهر مو الفعلي سابق، شيخ الأزهر يقول قاعد في مجلس في واحد طالب علم يتكلم في الدين، راكب منبر يتكلم، وإيش قال؟ قال لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إلا مرتين في عمرها. المرة الأولى تخرج من بيت أبيها إلى بيت زوجها، زافينها يعني، والمرة الثانية تخرج من بيت زوجها إلى قبرها مشيعينها. يقول قمت قلت له تعال يا ولدي، أنت تعيش تفكير جاهلي ولبست الإسلام؟ هذا مو الإسلام، إسلام مو هذا، مو هذا الإسلام. فالمرأة في الإسلام، اللي يريد يعرف مقامها يقرأ للشيخ جوادي آملي كتاب المرأة، جلال المرأة وجمالها، يتكلم عن نظرة الإسلام للمرأة. تعال لمسألة الضمير الحي. الضمير الحي اللي أوجد الإسلام، بحيث واحد في البحرين يتألم إذا شاف جائع في أقصى الأرض، إذا هو تربية أمير المؤمنين، طبعا أمير المؤمنين يتكلم أو أبيتم مبطانا، ها يقول لعل بالحجاز، يعني يصير عنده هم أن يقدم لكل من يسمع به محتاجا أو يعني عنده فاقة. هذا الإسلام بصورة سريعة. سؤالي لكم، هل يستطيع الإسلام أن يقضي على ملامح المجتمع الجاهلي ويزرع قيم جديدة
في المدة التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ما يمكن. ليش ما يمكن؟ النبي الله ما بعث لعقب الأربعين، لأن قريش ما تقبل نبي صغير، ما تقبل صغير انطاوع لأ. فتأجلت البعثة لما بعد الأربعين، وعاش إلى الستين، عاش 13 سنة بمكة مضطهدا، 10 سنوات يبني في الدولة وكلها حروب، يقدر يربي الصحابة على المفاهيم الجديدة بحيث تترسخ؟ صعب. شلون صعب؟ أنا بقول لك شيء، أنا إذا ربيت على طريقة أبي وجدي، الآن إذا واحد يريد يغيرني مو عقلي اللي يقاومه، يمكن عنده أدلة مقنعة، قلبي العاطفة، عندي طاقة شعورية عاطفية توقف ضد أي مصلح يبغى يغيرنا. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، أو مقتدون في آية أخرى. ما نقبل التغيير. كيف الآن النبي صلى الله عليه وآله يريد منا في فترة يسيرة يغير النفوس؟ هل يقدر النبي في فترة صغيرة يغير النفوس؟ تغيير يحتاج شنو؟ يحتاج الجيل اللي عاش الجاهلية يموت، ويجي جيل جديد يربى على الإسلام. هذا ينبغى له عمر شوي طويل، النبي ما عنده العمر، فنحتاج واحد مكان النبي يسير بنفس طريقة النبي صلى الله عليه وآله. طبعا النبي في زمنه الصحابة ما في داخلهم أشياء وأشياء، يعني الصحابة ترى كثير منهم دخل الإسلام مشترينة مؤلفة قلوبهم، وقسم منهم عنده خوف. فالصحابة في إحدى مواقف النبي صلى الله عليه وآله اشتبكوا المهاجرون والأنصار عند ماي، واحد صادت مشكلة، واحد مهاجر واحد من الأنصار، هذا صح يا للمهاجرين يعني مدد، يعني تعالوا انقذوني، وذاك يا للأنصار وقفوا بيشتبكون. قام رأس المنافقين ابن أبي وش قال؟ قال كل منكم جبتونهم ديرتكم وأكلتونهم وسمنتونهم أكلوكم، سمن كلبك يأكلك، أنتوا السبب. والحل لأن رحنا المدينة نطرد النبي ومن معه، ليخرجن الأعز منها الأذل. هاي كلمته، هذا في دمتك، هذا نعتمد عليهم يمشون بالمسيرة الإسلام لترجع الجاهلية من أول يوم. في السقيفة رجعت الجاهلية من أول يوم، في السقيفة كل واحد يتكلم بنفس جاهلي. إذا عمر النبي وجهده ما يكفي لزراعة مجتمع مبني على القيم الجديدة. والحل لازم واحد يكمل مسيرة، إذا اللي بيكملها واحد من هؤلاء على الإسلام السلام. أنت شفت مثلا إنجيل الأول، الأول شلون مستوى ريادة للمسيرة؟ طرش فلان إلى مالك بن نويرة، وإيش صار؟ قتلوا مالك، مالك راسه في شعر واجد، خلوه تحت قدر يشتعل حق يطبخون. هذا النبي وصى هكذا؟ هم يقولون ارتد مالك، نقول ارتد، هو ما ارتد، نقول ارتد. هذا تصرف النبي رباهم عليه. وبعدين جل زوجته وفعل ما فعل، يتدخل الثاني لإقامة الحد على فلان، الأول ما يقبل. هذا يصلحون إدارة المسيرة؟ واضح لا. إدارة المسيرة تحتاج إلى شخصية واحد محيطة بتفاصيل الشريعة كاملة، اثنين خالصة تقدم الإسلام حتى لو مصالحها الشخصية تخسرها. وإيش يقول أمير المؤمنين؟ ما ترك الحق لأبيك من صديق. ما عدنا كذي. جوله قال لي يا علي أنت بق معاوية وأنت خذت الوليد وخل طلحة وعط فلان، ما يصير، أنا ما جاي ربي على الجاهلية، أنا أبي أزرع إسلام. فما عندنا شخصية محيطة بالإسلام، شخصية خالصة ومستعدة أن تواجه القيم الجاهلية بقوة وبإصرار كعلي بن أبي طالب، دوره ما في. اجي للخليفة عمر، رأى رؤية، يقولون طبعا هم إخواننا السنة، يقولون رأى رؤية جل النبي وفسرها للنبي بالعلم، مليان علم الخليفة عمر. هذه تفسير
الرؤيا يقولون النبي فسرها، بينما هم نفسهم يقولون كان يكثر من قوله لا أبقاني الله شيفها متروس علم وينبي، على أساس نعرف أن المسألة في الحقيقة لا، ما يعرفون معنى أبا في لفظة قرآنية احنا اليوم ما نعرف لأن بعيدين عن اللغة العربية، بس هم كانوا هذا ميدانهم اللغة، وأبا ما يعرف كيف يطبق الإسلام. إذن احنا حتى نقدر نحفظ القيم الجديدة نبي استمرار للمسيرة، والذي يستمر يكون نفس رسول الله، وأنفسنا وأنفسكم جيبوا نفسه، ما عندنا غير علي. دوروا، دورنا في التاريخ يمين شمال ما في، ما في أصلا. النبي يروي إخواننا السنة يقولون النبي يوم القيامة يحال بينه وبين بعض أصحابه فيقول أي رب أصحابي إنك لا تعلم ما أحدثوا بعدك، ترى خربوا الشغل. هذه رواية يرونها الإخواننا السنة، يقولون النبي أخبر حذيفة بأسماء المنافقين، ويقولون هاي روايات إخواننا طبعا ليلة أنا راوي عنهم، ويقولون ان الخليفة الثاني دائما يجي لحذيفة يقول له ما شفت اسمي فيهم يتأكد، ويقولون ايضا ان الخليفة الثاني ما كان يصلي على صحابي الا اول طالع، اذا حذيفة صلى وراه اذا مو منافق صلى. فاذا احنا امام صحابة كبار أسماءهم محفوظة في قلب حذيفة وهم من المنافقين، شلون المسيرة نسلمها لمن هب ودب؟ إذن نحتاج إلى من بعده. نسأل المسلمين النبي وش خلى من بعده، خلى المسألة شنو؟ قسم من المسلمين وهم الشيعة يقولون عين بأمر السماء شخصا يحفظ الدين يكون دوره كالنبي. إخواننا أهل السنة والجماعة انقسموا قسمين، قسم قال النبي ما عين لكن طرح لنا نظام للاستخلاف وأمرهم شورى بينهم، يقول لهم يلا على إيدكم جيبوا لنا شروط المرشح وشروط المرشح، رواية واحدة نبي واحدة بس، وجيبوا لنا مدة الترشيح ومتى يعزل ومتى لا يعزل، وهل يشترط فيه العدالة يشترط فيه العلم؟ ما في. كيف النبي طرح نظام ما له ولا رواية؟ أساس تعرف أنه ما كان ما مو هذا الصح، مو هذا التاريخ، ولا رواية. تسألهم وش الحل؟ قال اللي يصوتون عليه أهل الحل والعقد. تقول لي إنزين كم واحد من أهل الحل؟ واحد يقول 40، واحد يقول 7، واحد يقول لا حتى 2 يكفي. تبي تقدم صلاة جماعة بيحكم الأمة على 2 تقدموا؟ ثم تجي تقول لهم تعال نطبق على التاريخ، الخليفة الأول عين من مجموعة في السقيفة ثم أكره الباقون، الخليفة الثاني عينه الأول، هذا غير هذا غير، الخليفة الثالث في ضمن 6، الخليفة الرابع المسلمون أخذوا، ما في طريقة موحدة بينهم. فإذا ما في نظام في الإسلام بنظركم ليحفظ المسيرة. عقلنا اترك الروايات، عقلنا يقول الذي وصفه الله في القرآن أي رسول الله بأنه رحيم بالمؤمنين ما يمكن يضيع جهده وجهاده والمسيرة التي سار بها يتركها في مهب الريح إلى أن تصل إلى يد يزيد بن معاوية الذي يقول عن إمرته الحسين على الإسلام السلام إذ بليت الأمة براع مثل يزيد، ما يمكن، عقلنا ما يقبل هذا عقلنا. أما إذا نجي للنصوص واضحة في التعيين، وإذا نقرأ القرآن يتكلم القرآن عن الإمامة دائما يقول الإمامة انتخاب لو جعل، إني جاعلك للناس إمامة وجعلناهم أئمة، ما يقول انتخبوا الإمام أبدا. إذا ما عليه الشيعة هو أولا هو ظاهر النصوص وهو واضح الروايات والآيات، وثانيا هو الذي يؤكده التاريخ والعقل. طبعا الكلام طويل أنا اختصرته، الآن يبقى عندي سؤالين في دقيقة دقيقتين. السؤال الأول وليش الآخرين ما فهموا اللي فهمناه احنا؟ المشكلة مو قضية فهم، أنا إذا حبيت شخصيات قدستها إذا أغير فهمي للنصوص
إذن هؤلاء غصبوا الخلافة، يتحول من مقدس إلى غاصب خلافة. ما أقدر أتحمل هالقرار، ما أقدر أقول لازم أجي للروايات وحورها ليبقى الرجال مقدسين. بعبارة أخرى أنا أخذ الحق من الرجال ولا أخذ الرجال وأميزهم بالحق. لا لا، أنا حبيت الرجال بشكل التاريخ وبفهم الروايات على ضوء ما صنعوها هؤلاء الرجال. خلاص زي واحد يقول الآن ليش الصحابة ما عينوا عليا إذا هالروايات واضحة؟ أختم بأربعة وجوه. الوجه الأول صغر سنة، صغر سنة مانع. اليوم في زمننا يجيك ولد عنده مهارات الإدارة وشهادات ويحكم لكبار في السن ويشوفون لياقته لأن في شهادات. الأول ما في شهادات، النبي شهد لعلي، لكن هؤلاء جاهليون. جاء أبو عبيدة بن الجراح إلى الإمام علي يوم باعدوا عن الخلافة، وش قال لي؟ قال لي يا علي أنت يا أبا الحسن إنك حدث السن، بعدك صغير، وهؤلاء أبو بكر وعمر وغيرهم مشيخة قومك، مشيخة قريش قومك، ليس لك مثل تجربتهم ومعرفتهم بالأمور، أنت بعدك صغير، لين كبرت بيجي دورك. بينما هم لما أخذوها صار يقولون لا أبقانا الله لمعضلة. صار إذا يجي واحد من الأحبار أو الرهبان وعنده إشكالات على الإسلام يطرشون خلف علي، ما عندنا غيره. هذه واحد سبب. السبب الثاني وتر العرب، شيء اللي يقتل أحبتنا ما نقدر نخلي رئيسنا. بضرب لك مثال تاريخي، لما قال عبد الله بن أبي ليخرجن الأعز منها الأذل، أروح المدينة أطرد رسول الله من المدينة، النبي جاه الخبر، جاء ولد عبد الله، ولد مؤمن، هو منافق ولد مؤمن، جاء النبي قال له يا رسول الله بلغني أنك سمعت مقالة أبوي وأنا جاي أطلب طلب، تفضل إذا عندك نية تقتل والدي لا تخلي أحد يقتله، أنا بقتله. ليش أنت؟ قال أخاف تخلي مسلم يقتله، ذاك مسلم وأبوي منافق، وتجيني الحمية يوم من الأيام أشوف قاتل أبي يمشي في الطريق وأقتله، فأروح النار بسبب أبوي الكافر، ما أبي أدخل النار، خلني أنا أقتله. شوف يقول أنا صح مسلم وهذا اللي قتل والدي مسلم وأبوي منافق، لكن قلبي بعد خايف يضعف. فلما وتر العرب، الإمام علي وترهم في الحق، ما يحبونه. هاي رقم اثنين. رقم ثلاثة كانوا يقولون إذا عطيتونها علي خلاص ما بتطلع من بني هاشم، وزعوها يوم في عدي، يوم بني تيم، يوم بني أمية، يوم بني كذا، وسعوها تتسع. إن دشيتونها بيت بني هاشم ما طلعت. أصلا كان بعض المسلمين يجي للنبي يقول لي أنا بسلم بس اجعل لي في الأمر شيء، يعني عطني ولاية أديرها. قال لي لا، أنا هذا الأمر لله يضعه حيث يشاء، مو أنا أحدد وين تكون ومن يكون. أنت تبي تسلم تفضل تتشرط، لا. هاي رقم ثلاثة. رقم أربعة إن علي مسطرة. شنو مسطرة؟ خلني طولت عليك بمثال عرفي. أنا لو عدنا في الشركة مدير يمشي سيدة، اللي يتأخر في الجيه 5 دقائق ينقص من راتبه، اللي يروح يتريق يزيد شوية يخصم من راتبه. احنا نقول يقول وش رايكم في المدير؟ هو مؤمن لكن الله يسامحه، يعني ما يتسامح. ده مو حق هذا، الشركة مالت ناس، هي دوره ينصفنا. لما مات المدير وجابوا مدير نفسه وشفنا في مؤامرة بيشيلون مديرنا اللي يمشي بصرامة الحق، كنا ساكتين وقفوا يلحق له، هاي مديركم صاحب حق المفروض هو المدير، بيشيلونه بيجيبوا واحد. بس داك إذا جابوه دار تريق ساعة ونتأخر على راحتنا، وإذا في فاتحة في واديان من روح من الشغل مو في الليل، ها منسكت كنا عن المؤامرة بيشيلونا وبيجيبون واحد يناسبنا مقاسه، ما نحب الحاج. وإيش قالت السيدة الزهراء عن علي؟ وما الذي نقموا من أبي الحسن؟ ليش باعدوه؟ نقموا والله، نقموا منه والله نكير سيفه، سيفه في الحق،
وقلة مبالاته بحتفه وشدة وطأته في الحق يعني، ونكال وقعته وتنمره في ذات الله. هذا مو كلام الزهرة فقط. خليفة عمر يوم عين ستة قال لعثمان انت لين وليتهم بتسوي كذا كذا، نفس اللي سواه عثمان بعدين، وقال لطلحة وقال للزبير. يوم جل الإمام علي قال ليه أما والله لئن وليتهم لتحملنهم على الحق الواضح والمحجة البيضاء، وهذه ما ينبونها. لهذا انت حتى في الشورى ما بتشوف روحك إلا مطلعينك لست خليفة. فالمؤامرة هكذا، كان هوى قريش أن يكون الخليفة عثمان وليس عليا، لأنهم يعرفوا أن بمجيء علي رجع رسول الله صلى الله عليه وآله ومشى بصرامة الحق ولا يقبل بتضييع الحقوق. هذا ما يقبل ناس كثيرون. إذن هذه أسباب جعلت الصحابة لا يقبلون بعلي، ثم جعلت من يحب أولئك الصحابة يزورون معنى الروايات إلى معاني أخرى، ليبقى ما آمنوا به في نظرهم هو الحق، والحق هو أن الخليفة جعله الله قبل أن يجعله رسول الله، وتأخر الرسول لمصلحة فقال الله له بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل كل جهدك يضيع، فما بلغت رسالته. لا تقبل هذه الرسالة إلا بتنصيب علي وآل علي. اعذروني على الإطالة، فكرة أردت أن أوصلها. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.